السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات شيخنا، الله يحفظك. سائلة تسأل وتقول: هل لها أن تقرأ من المصحف بواسطة القلم الناطق الذي يقرأ الآيات وهي حائض؟ تفتح المصحف بحائل ومن ثم تجعل القلم الناطق على آيات المصحف من أجل أن يقرأ وهي تردد خلفه، هل لها ذلك أو هل لها أن تقرأ المصحف من الجوال؟ أفيدونا أفادكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ القرآن، وإنما المحرم عليهما مس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. حديث لا بأس بإسناده إن شاء الله. فإذا كانت تقرأ القرآن من الجوال فيجوز لها ذلك، فإن الجوال لا يدخل في مسمى المصحف لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. وكذلك إذا لبست قفازين أو قلبت أوراق المصحف بمسواك أو عود ونحوه فإنه لا بأس عليها. وكذلك إذا قرأت القرآن من كتاب يسمى كتاب تفسير فإنه لا بأس، فإن كتب التفسير وإن كانت تتضمن القرآن إلا أنها من كتب العلم. ويجوز للحائض والنفساء أن تمسها ولا بأس ولا حرج. ويجوز للحائض كذلك أن تقرأ القرآن بهذه الطريقة التي ذكرت، فهي تقلب أوراق القرآن بهذا القلم وتمس آيات القرآن بهذا القلم ثم تردد وراء القارئ الإلكتروني، هذا لا بأس به ولا حرج، لأنه لا يتضمن مباشرة المصحف بالمس، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة المتبرجة أو التي لبست ثيابا غير كاملة أن تلمس القرآن؟ نعم، أثابكم الله. الحمد لله رب العالمين. لا يجوز لنا أن نمنع مسلما من أن يمس المصحف إلا بدليل شرعي، وليس هناك دليل يدل على أن المتبرجة لا تمس المصحف أو لا تقرأ شيئا من آيات الله ما دامت متبرجة، بل هي من أحوج الناس إلى أن تتعرف على آيات الله عز وجل، لعل قراءتها لكتاب الله عز وجل تكون سببا لتوبتها من هذا التبرج، لعلها تمر على آيات الوعد وآيات الوعيد ويحرك قلبها وتتوب إلى الله عز وجل، وتحدث عند قراءة كتاب الله عز وجل أوبة ورجعة إلى الله عز وجل وتركا لهذا التبرج، لعلها تمر على قول الله عز وجل: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إن الآية بتمامها. ولعلها تمر على الآيات التي فيها الأمر بالحجاب والستر والعفاف والابتعاد عن مواقع الفتنة، فلا نرى مانعا أن تمس المرأة المتبرجة المصحف، وليس تبرجها بمانع لها أن تقرأ كتاب الله عز وجل ما دامت طاهرة وليست بمحدثة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا وليد حفظك الله وبارك فيك ونفعنا بعلمك، أحد الإخوة يسأل يقول: عنده 40 جرام من الذهب وعنده 10,000 ريال سعودي، 6,000 منها قد حال عليه الحول و4 لها منذ 3 أشهر أو تقريبا وهي رواتب يستلمها، وهذا شاب مقبل على الزواج، فهل وكذلك 40 جرام قد حال عليها الحول مضى عليه الآن 1.5 سنة، فهل يجمعها جميعا ثم يزكيها 10,000 مع الأربعين جرام أم ماذا يصنع، وهل عليه زكاة فيها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير ونفعنا بعلمكم وبارك فيكم وأعاننا على الطاعة في هذا الشهر المبارك. الحمد لله رب العالمين. وبعد، إذا كان عند الإنسان شيء من الذهب لم يبلغ نصابا وعنده من الأوراق النقدية ما يكمل هذا النصاب، فإن الأوراق النقدية تضم إلى الذهب والذهب يضم إليها، وهذا الذي صدرت به كثير من قرارات المجالس الفقهية وعليه هيئة كبار العلماء. فإذا كان عندك شيء من الذهب لم يبلغ نصابا
وعندك من الأوراق النقدية ما قيمته قيمة النصاب، فإنه حينئذ يضم بعضها إلى بعض وفقك الله، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليك، ما الحكم في رجل يصلي ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الواحدة آيات عدة من عدة سور؟ الحمد لله يا أبا صالح، هذا لا أعلم له أصلا في السنة أبدا، وإنما الذي أعلم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن في الركعة الواحدة بين جمل من السور. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، يعني في صلاة الليل. فذكر ابن مسعود 20 سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود، وآخرها حاميم الدخان وعما يتساءلون. وأما أن يتخير الإنسان في الركعة الواحدة آيات من هذه السورة ثم آيات من السورة الأخرى وآيات من السورة الثالثة، فهذا لا أعلم له أصلا، والله أعلم. شيخنا أثابكم الله، جزاكم الله خيرا. وهنا أيضا سؤال ثاني يقول السائل فيه: عنده زميل عنده مشكلة في الإنزال، أكرمكم الله، يعني إنزال المني دائما ينزل دائما أكرمكم الله، وهل إنزاله هذا أكرمكم الله يقدح في صيامه؟ أثابكم الله. الحمد لله رب العالمين. المني الذي يعتبر مفسدا للصوم هو ذلك الذي يستدعيه الإنسان إما بتفكير مسترسل معه وإما بتحريك لذكره حتى ينزل. وأما ذلك المني الذي ينزل على وجه المرض فإنه لا يعتبر لا موجبا للغسل وليس بمفسد للصوم. أما قولنا ليس موجبا للغسل، فلأن المني الذي يوجب الغسل هو ذلك المني الذي ينزل دفقا بلذة، وأما المني الذي يخرج على صورة المرض فإنه مني تنزل قطراته بلا لذة ولا شهوة، فإنما يجب عليه أن يتوضأ منه فقط. وأما كونه يفسد الصوم فإنني لا أعلم دليلا يدل على أن مجرد نزول المني على وجه المرض أنه من جملة مفسدات الصوم لعدم وجود الشهوة في حال نزوله، والله أعلم.